अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या जमहूरियत चाद, जमहूरियत जिबूती, जमहूरियत सूडान, सल्तनत ओमान, जमहूरियत गाम्बिया इस्लामिया, जमहूरियत गिनिया, दौलत कतर, दौलत कुवैत, मम्लकत इत्तिहाद मलेशिया, जमहूरियत मिस्र अलअरबिया, अलजमहूरियत इस्लामिया अलमौरितानिया, المملكة المتحدة، جمهورية النيجر، الجمهورية اليمنية. ستظل رايتك الوحيدة في السماء، ما طأطأت في مأتم أو في عنا، ستظل يا وطني كرايتك التي لا تنحني في شدة أو في رخاء. تتقدم هذه التشكيلات القوات البرية الملكية السعودية، وهم يخطون خطوات واثقة نحو التقدم والتطور والنماء، وهم يرفعون أيادي الجد والمثابرة، يمدونها عهدا عليهم وولاء منهم ألا يتخاذلوا عن شيء من مسؤولياتهم. تليها وبأرواح مقاتلة مشرئبة بحب وطنها وحدة رمزية من أبطال القوات الجوية الملكية السعودية، الصقور الجارحة، صواعق السماء من جميع التخصصات الفنية، ومن خلفهم أبطال مساندون بمختلف المجالات العملياتية والأمنية، يعملون يدا بيد بجد وإخلاص لتحقيق هدف واحد، أن يدفعوا بالطائرات إلى السماء. القوات البحرية ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة، قوة تعمل في البحر والبر والجو. في البحر لها قطع بحرية بمختلف البهام والأحجام والتسليح، وفي البر لها رجال يعملون ويخططون، وفي الجو لها مروحيات تساهم في مساندة القوات الجوية في مهامها وعملياتها البحرية. قوات الدفاع الجوي يستعرض أمامكم الآن يا سيدي مجموعة رمزية من أبطال قوات الدفاع الجوي، حراس أجواء المملكة من كل عدوان آثم، عيونهم تراقب سماء الوطن. حرسوا الحدود، حماة الحدود، والعين الساهرة في صون الثغور وحمايتها، أولئك الصامدون على حدود وطننا الغالي، فهم بكل فخر واعتزاز يحتسبون أنهم العين التي باتت تحرس في سبيل الله. وزارة الحرس الوطني، رجال المواقف والذائدون عن ثرى هذا الوطن بكل غال ونفيس، المدافعون عنه بكل بسالة وشجاعة، وهم يحرسون أنقى بقاع الأرض وأطهرها. في خليج الخير كنه يوم عيد، المشاعر كلها قدر وسلامة، والله إنه عندنا يوم سعيد، شارك الأردن وصلونا النشامة. ويمر من أمامكم الآن كوكبة من نشام المملكة الأردنية الهاشمية، يهلا الإمارات الأباة الشامخين، في حبكم ما نسمع اللي يبغضون، إن كانكم والله واحد من اثنين، إما بوسط القلب ولا في العيون. يستعرض أمامكم الآن أبناء الإمارات العربية المتحدة، إمارات العطاء والتقدم، وهؤلاء نخبة من أبطال جمهورية باكستان الإسلامية، أرض حضارة وادي السند، وهم نخبة من المحترفين في بنائهم البدني واللياقي، والمتميزين في تخطيطهم الاحترافي والعسكري. بعيوننا البحرين مطيف بالها،
دار الكرامة والمحبة والسعد، فن القيادة والريادة نالها، محبوب شعبه قائد النهضة حمد. وها هم أبناء مملكة البحرين الشقيقة، لؤلؤة الخليج العربي، المبدعون في جدهم واجتهادهم، بلد الإرث والحضارة، القوات المسلحة التركية التي شرعت منذ وقت طويل في برنامج تحديث شامل لقواتها العسكرية حتى أصبحت متكاملة على نحو متزايد. جمهورية تشاد ذات الموروث الثقافي الإفريقي المميز، همزة وصل بين دول إفريقيا، وتمتلك قوات عسكرية مميزة في وحداتها وتضامنها. هؤلاء الأبطال هم من جمهورية جيبوتي، الدولة العربية في القرن الإفريقي، حيث سطرت لها مواقف دائمة وعضويتها المستمرة في العديد من المنظمات العربية والإسلامية. وتشاهدون أمامكم مجموعة رمزية من رجال القوات المسلحة لجمهورية جامبيا الإسلامية من أعرق دول الغرب الإفريقي، وهي إحدى الدول الإسلامية التي لها مواقفها المشرفة في وحدة الصف واجتماع الكلمة. جمهورية غينيا شعارها الوطني عمل وعدل وإخاء، وفيها تتعدد اللغات واللهجات والثقافات، وتتفق السياسات والانتماءات، وتبني مجدها ووطنها. منا لأبطال العبور تحية، الدين يجمعنا بكم والخندق، إن الجهود إذا توحد شملها فالنصر إن شاء الإله محقق. ها هم رجال الجيش المصري يتقدمون بخطى واثقة، متوشحون بأوسمة النصر، ومتسلحون بالخبرة والكفاءة القتالية العالية. القوات الخاصة نالوا أقصى التدريبات وأقواها وأشملها وأعلاها، عملهم خلف خطوط العدو، ينفذون مهامهم ليلا ونهارا، برا وبحرا وجوا. والآن يا خادم الحرمين الشريفين، سوف يمر من أمام مقامكم وأشاوس القوات الخاصة البحرية وأسود وحدات المظليين والقوات الخاصة من قواتنا البرية، وهم يتدفقون عنفوانا وحماسا، ويطرقون بأقدامهم القوية أبواب البطولة والتضحية. شباب طامح للفوز، للأمجاد نهاب، شديد بأسه حر، له في الحرب أنياب، فنون الحرب أتقنها، قدير الفعل حراب. ثم تليها مجموعة رمزية لأبطال القوات الخاصة السودانية، أنعم بسمران السواعد موقفا، أهل المروءة والأمانة والصفا، سنقول للسودان سر جهرا أو خفا، أنتم صناديد الأخوة والوفا. الرجال الصناديد وحوش الحرب وعنوان الصبر، قتالهم ذو بأس شديد وروحهم تعانق سحاب النصر. القوات الخاصة الكويتية على ضفاف خليجنا يا كاظمة، تاريخ مجدك والمآثر قائمة، يا درة مصيونة برجالها، من الأذى والشر تبقى سالمة، البارعون في تذليل الصعاب والمؤهلون بأهم الدورات العنيفة. عرض الآليات والمعدات المتحرك. هذه المنظومة المتكاملة في أبعادها هي العقد الفريد، والتي تعمل دائما في تناغم وتميز وتعاون محترف مع منظومات التسليح للدول المشاركة في تمرين درع الخريج المشترك واحد. تمر من أمامكم كوكبة من الآليات العسكرية، والتي تمثل مجموعات رمزية لما تشمل عليه قواتنا المسلحة من قدرات فائقة التسليح، وكذلك عددا من آليات ومعدات بعض الدول الشقيقة المشاركة في هذا التمرين.
معدات وآليات القوات البرية الملكية السعودية الركيزة الأساسية على مر التاريخ، وهي الدعامة الرئيسية لمسيرة النصر في قواتنا المسلحة، والتي تمتاز بكفاءة ضباطها وأفرادها، فهم المدربون بكل كفاءة واقتدار على ترسانة متطورة من الأسلحة القتالية. إنهم نخبة عالية الهمة من الضباط والأفراد، موشحون بسلاح الطموح وسلاح الصبر والإرادة، مدربون بكفاءة عالية على أعلى المعايير القياسية. إن هؤلاء المذهلون في نشاطهم وكفاءتهم، المبدعون في عطائهم المنتظم الدقيق، يعشقون دوي المدافع وصواريخ الرادمات، ويذهلون الأعداء بقوة الضرب وحسمهم للمعارك. سلاحهم القوي مصدر ثباتهم، تدمير العدو وتشكيلاته مصدر ثقتهم، قوتهم وسرعتهم مصدر عزهم وافتخارهم. تمر من أمامكم الآن يا سيدي معدات وآليات القوات البحرية مختلفة المهام والتسليح والأحجام والأنظمة، يتقدمها مدرعة مدولبة خفيفة الحركة تستطيع المناورة بكل سهولة، ولها عدة أنواع تستخدمها مشاة البحرية في مناوراتها العملياتية، يليها عربة الإزالة التابعة لوحدة الأمن البحرية الخاصة مجهزة لمهام إزالة المتفجرات، يليها عربة الأكمات عربة قتالية تستخدم للاستطلاع وتنفيذ مهام القوات الخاصة، تليها زوارق العمليات الخاصة تستخدم للمهمات الخاصة السريعة والاشتباك مع أي زورق بحري وتسهيل مهام الاقتحام وعمليات مكافحة الإرهاب. يمر من أمامكم الآن نظام صواريخ باتريوت، وهو أحد أنظمة الدفاع الجوي مضاد للطائرات والصواريخ معا، ويعتبر من أكثر الأنظمة كفاءة وفعالية. يليه نظام صواريخ هوك، أحد أنظمة الدفاع الجوي متوسط المدى، له القدرة على اكتشاف وتدمير التهديدات الجوية المعادية والتعامل ضد التشويش الإلكتروني. يليه نظام صواريخ شاهين، أحد أنظمة الدفاع الجوي سلاح قصير المدى مضاد للأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا، يتميز بدقة التدمير وكثافته. يليه نظام المدفعية 35 مضاد للطائرات، سلاح يتعامل مع الأهداف الجوية التي تطير على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا. يستعرض من أمامكم سيدي هذا السلاح بقدراته العالية التي تحتوي على رادار متطور يقوم بعمليات البحث والتتبع. وزارة الحرس الوطني، ها أنتم الآن تشاهدون عددا من آليات ومعدات وزارة الحرس الوطني، والتي تعد أحد أهم القوات العسكرية السعودية والمشاركة بفعالية عالية مع مهام وزارة الدفاع أثناء الحرب ومساندة وزارة الداخلية، وهي اليوم تفخر بجاهزيتها القتالية وكفاءة منسوبيها وقدراتهم العسكرية في تأدية واجبهم الوطني في كل زمان ومكان. إن وزارة الحرس الوطني تعمل بتفان وإخلاص في سبيل تطوير الحرس الوطني على أحدث التجهيزات والمعدات العسكرية، وبتفوق وتميز للضباط والأفراد العاملين على هذه المنظومات الحديثة. ها هم يستعرضون من أمامكم بعزم الرجال وفدائية الأبطال، ويسطرون للعالم أجمل عبارات التميز في فنون الحرب وشراسة المقاتل العنيد. قوات حرس الحدود،
أنتم ترون عددا من آليات ومركبات حرس الحدود، أولئك الرجال الذين بعطائهم وتضحياتهم جيلا بعد جيل أصبحوا لحدودنا درء واقية وحصنا منيعا لسلامة الوطن والمواطنين. تحتوي آليات حرس الحدود على مدرعات خفيفة الحركة ذات قدرات عالية على المناورة، مزودة بأحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة، وكذلك عربات مخصصة لنقل الجلود والإخلاء، وعربات التدخل السريع، كما تحتوي على زوارق الاقتحام والتي تستخدم في إسناد عمليات مكافحة الإرهاب البحري وحماية المرافق البحرية. كما تحتوي على كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء القادرة على الكشف الأحداث ليلاً ونهاراً، بالإضافة إلى عربة الاستطلاع SRV من العربات المتطورة والتي انضمت حديثاً ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لحماية الحدود. في هذه اللحظات تمر آليات مشاركة من مملكة البحرين الشقيقة، والتي يعمل عليها نخبة من الضباط والأفراد المقاتلين بكفاءة وتميز. إنما تشهده هذه القوات من عمليات تطويرية ليجعلها قادرة على تنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية أمنها واستقرارها، كما أنها لا تتوقف عملية التدريب والتأهيل المستمر على كافة الأسلحة في داخل مملكة البحرين وخارجها. لقد أسهم هذا التأهيل بعون الله في تحقيق أهدافه المتمثلة في حفظ الحدود وأمن الوطن والمواطن. الإمارات العربية المتحدة. تمر من أمامكم الآن مجموعة رمزية من الآليات العسكرية للإمارات العربية المتحدة، والتي تتميز بتطورها وتقدمها المستمر في جودة التسليح وتأهيل الكوادر المتدربة على العديد من المنظومات التسليحية الحديثة وبصناعتهم الوطنية المتميزة. دولة الكويت. ها هم أبناء الكويت الذي يقدم أبطاله البواسل أنموذجاً فريداً للعمل الوطني والعطاء الجاد بكل صدق وإخلاص، والذين يحافظون بكل حرص على أمن الكويت الحبيبة ويدعمون قدراتها على توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبها ومواطنيها. وفي نهاية هذا العقد الفريد من الآليات والمعدات الأرضية تشاهدون المستشفى الميداني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الملكية السعودية. وفي لوحة جميلة تزين السماء وتزرع الشموخ في أرض العطاء، يبدأ العرض الجوي بعد قليل بدخول أسراب من صقور تمرين درع الخليج المشترك واحد. وها هي طائرة الكينج إير تدخل من على يسار المنصة لعمل المسح الجوي والاستئذان لبدء العرض الجوي. ومن أمام المنصة مباشرة دخول أول كتلة جوية من الطائرات المقاتلة التابعة للدول المشاركة على شكل درع فوق سماء الخليج، ممثلة بذلك درع الخليج المشترك. ولهذا الدرع رقم، وهو الرقم واحد، مجموعة من الطائرات المقاتلة مشكلة الرقم واحد. يليها وفي تشكيل الألماصة مجموعة من طائرات التورنيدو الهجومية. ومن على يسار المنصة بعد قليل ستهم الكتلة الجوية بالدخول بشكل تتابعي من طائرات الإسناد، تتقدمها طائرة التزود بالوقود الحديثة MRTT، وهي من أحدث طائرات التزود بالوقود، والتي تتميز بأنها
تحتوي على نوعين من هذه الأنظمة، بما يمكنها من تزويد جميع طائرات درع الخليج المشاركة بالوقود جواً وعلى جميع الارتفاعات. وها هي أمام المنصة الآن، يليها طائرة الإنذار المبكر الأواكس، وهي منظومة السيطرة المحمولة جواً لمراقبة الأجواء على مدار الساعة ليلاً ونهاراً، وتستخدم للعمليات الجوية الدفاعية والهجومية على حد سواء، حيث تقوم باكتشاف الطائرات المعادية بمختلف أنواعها وعلى جميع الارتفاعات. ويليها كما تشاهدون الآن طائرة RJ، وهي طائرة مراقبة واستطلاع إلكتروني تحتوي على أحدث الأنظمة الإلكترونية، والتي تمكنها من تنفيذ مهامها بكل اقتدار. يليها كما تشاهدون الآن طائرة التزود بالوقود K3، محطة الوقود العائمة بالسماء، والتي تسمح للطائرات بالبقاء مدة أطول في الجو، مما يؤدي إلى زيادة مداها وبلوغها الأهداف في أراضي العدو. وها هي طائرة النقل C-130، تتقدم من على يسار